أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تصاعد الخلاف بين الشرعية والإمارات وشكوى الشرعية ضد ممارسات الإمارات في اليمن. قالت الحكومة في رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي إن الوجود الإماراتي في محافظة سقطرى عمل عسكري غير مبرر، واعتبرت الحكومة في رسالتها أن الوجود الإماراتي يعكس خلافها مع جهود التحالف، مشيرة إلى أنها أبلغت الرياض بضرورة التنسيق بين أطراف التحالف. وأضافت الحكومة أن الحضور الإماراتي في الجزيرة له آثار سلبية عدة، وأن استمرار سيطرة أبو ظبي على مطار وميناء سقطرى يعد مخالفة لمبادئ التحالف. هذا ودعا سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إلى تشكيل هيئة لتسيير العمل بين التحالف والحكومة من أجل عدم حدوث أي تجاوزات. وقال اليماني في حوار صحفي مع موقع الخليج أونلاين إن إدارة الشؤون السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة اليمنية ولا تقبل الاجتزاء. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إنها تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى، مشددة على ضرورة تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا بعد تدويل ملف الصراع بين الشرعية والإمارات؟ وما هي الصورة التي يمكن أن ينتهي إليها الصراع بين الشرعية والإمارات؟ اختارت الحكومة اليمنية التصعيد حيال انتهاكات الإمارات للسيادة الوطنية في جزيرة سقطرى بعد بيانها الجريء الذي أكد بأن جوهر الخلاف مع الإمارات يدور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها في المناطق المحررة. رفعت القضية إلى مجلس الأمن، واعتبرت في رسالتها الوجود الإماراتي عملا عسكريا غير مبرر. تزامن ذلك مع احتجاجات شعبية متصاعدة عبرت عنها المسيرات المتكررة في جزيرة سقطرى ومحافظة المهرة. الحكومة بيّنت في رسالتها بأن الحضور الإماراتي في الجزيرة له آثار سلبية عدة، وأن استمرار السيطرة على المطار والميناء في الجزيرة يعد مخالفة لمبادئ التحالف. عبر هذا التصعيد عن سداد قنوات التواصل التي حاولت لجنة سعودية بذل جهودها لإزالة الخلافات، لكن تعنت الجانب الإماراتي واستمرار تعزيز قواته في الجزيرة دفع الأمور إلى نقطة لا عودة. من بين الخيارات المطروحة إنهاء الدور الإماراتي ضمن قوات التحالف في اليمن، وهو الخيار الذي كان مقررا أن تدرسه الرئاسة اليمنية، وتأجل للمرة الرابعة بحسب مصدر حكومي. الجهد الدبلوماسي ليس غائبا في القضية، وبحسب سفير اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني فقد نقلت البعثات الدبلوماسية اليمنية العاملة في العالم إلى حكومات الدول المعتمدين لديها التجاوزات الإماراتية في الجزيرة. ويبدو من الثمار الإيجابية للتصعيد الحكومي والجهد الدبلوماسي بيان الخارجية الأمريكية والذي جاء مؤيدا وداعما للتحركات اليمنية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى، وشددت على ضرورة تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من عمان مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، وسيكون معنا أيضا الأستاذ سلمان عسكر الكاتب والصحفي في جريدة الرياض. أرحب بضيوفي الكريمين وأبدأ مع الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، إذن شكوى من الحكومة الشرعية إلى مجلس الأمن بخصوص التواجد الإماراتي العسكري في جزيرة سقطرى، هل وصل الأمر إلى يعني طريق مسدود وفشلت الوساطة السعودية في احتواء الموقف؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا وعلى ضيفك الكريم. بالنسبة للوساطة السعودية لم تنتهي ولم تفشل حتى هذه اللحظة، هناك الوساطة ما تزال قائمة، والحكومة اليمنية طبعا حينما وجهت رسالة، وهي بالمناسبة ليست شكوى إنما هي رسالة إلى الأمم المتحدة، تحدثت هذه الرسالة بتفصيل عن التصعيد الأخير الذي قادته دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة سقطرى، وما قامت به من سيطرة وإنزال لجنودها وعتادها العسكري، والذي اعتبره اليمنيين كمحاولة اعتداء واحتلال لمنطقة هي خاضعة للسيادة الوطنية، ولم يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية. وأيضا جاء هذا التصعيد خارج إطار أهداف التحالف العربي. أهداف التحالف العربي لم يتم الإعلان عن السيطرة عن الموانئ وكذلك السيطرة على الجزر، بل بالعكس التحالف العربي أعلن أهداف ثانية وهي تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية وليس تحرير اليمن من الحكومة الشرعية. بالتالي التصعيد الأخير الذي قامت به الحكومة هي أعمال مشروعة
الحكومة بإمكانها أن تذهب إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، إلى المجتمع الدولي، أن تتقدم بشكاوى ضد ما قامت به الإمارات. وبالمناسبة الإمارات لم تقم فقط بإنزال الجنود في سقطرى فقط، ولكن هي بالأمس ساعدت الإنقلابيين في مدينة عدن على الإنقلاب والإنقضاض على مؤسسات الدولة، وكاد الإنقلابيين في عدن أن يدخلوا قصر المعاشيق. أيضا هم بالأمس قاموا بدعم وتسنين ورعاية ميليشيات خارج إطار الدولة للانتقاص من الدولة. هم أيضا بالأمس ضغطوا على الحكومة الشرعية في إطار التحالف وفي إطار الشراكة في القضية اليمنية لتعيين بعض الأشخاص وإقالة بعض الأشخاص. بالتالي التدخلات لم تعد تطاق من قبل الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن تتوقف فورا هذه التدخلات السافرة. لماذا تأخر موقف الحكومة أستاذ مختار إلى جزيرة سقطرى، رغم أن الانقلاب في عدن ربما هو كان أكثر يعني أكثر تأثيرا على الشرعية في عدن، وربما كان هو البداية التي كانت يعني كما يقول قسمت ظهر البعير لولا التدخل السعودي في اللحظات الأخيرة؟ أخي بشير، بالنسبة للحكومة تتعامل بدبلوماسية، وأيضا هي حريصة كل الحرص على شركائنا في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي أرسلت لجنة للتحقيق. وبالمناسبة من يتحدث اليوم عن أن السعودية شريكة وأن السعودية مع الإماراتين، هذا أنا أعتقد أن هذا خبر غير صحيح. لو كانت السعودية متفقة مع الإمارات في هذا الملف وفي الملف السابق لما كانت أرسلت لجنة التحقيق بقيادة جنرال سعودي إلى سقطرى، وكذلك بقيادة مجموعة من القيادات ومن الضباط السعوديين. بالتالي نقول أن الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية هي تتعامل باحترام وتقدير وإجلال للمملكة العربية السعودية، وتعطي المساحة وتعطي المجال أمام المملكة من أجل تحديد. نعم، هل المملكة عاجزة عن توجيه الإمارات وإيقافها عند حدها والخضوع للانسحاب من جزيرة سقطرى وعدم فتح مجال ومعارك هامشية تضر بالمعركة الأساسية التي يقودها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية؟ أخي العزيز، نحن نقدر الموقف السعودي حقيقة. الموقف السعودي ليس عجزا منه أنه لا يستطيع، لكن الموقف السعودي أيضا حريص على دولة الإمارات التي هي تعتبر شريكة له، ليس في قضية اليمن فقط ولكن في قضايا إقليمية متعددة. بالتالي نحن نقدر حقيقة موقف المملكة بأنها لم تتخذ إجراءات ولم تقم بأي شيء، ولكن أيضا الحكومة اليمنية لها الخيارات أيضا أنها ترد على الممارسات التي قامت بها الإمارات، ولكن أيضا سيكون في إطار التحالف. مثلا لو أرادت الحكومة أن تنهي مشاركة الإمارات في اليمن لن تذهب إلى الأمم المتحدة، بل ستذهب إلى قيادة التحالف العربي. أيضا فخامة رئيس الجمهورية حينما التقى في إحدى المرات بالملك سلمان قدم له خطابا يحتوي على كافة الانتهاكات وكافة ما تقوم به الإمارات من إنشاء سجون سرية، وكذلك السيطرة على بعض المناطق، أيضا دعم الميليشيات، كثير من النقاط سلمها للملك سلمان بن عبد العزيز. بالتالي الحكومة حريصة كل الحرص على أن تبقى إشكاليتنا نحن كيمنيين وكذلك في إطار التحالف ودولة الإمارات وباقي الدول، تكون مشاكلنا تحل في إطار التحالف العربي وألا تخرج إلى التصعيد الدولي. لكن في حال لم ترضخ الإمارات ولم تنسحب ولم يخرج آخر جندي إماراتي من جزيرة سقطرى، فإن الحكومة اليمنية وكذلك الشعب اليمني كامل الحرية. أنا أدعو من خلالكم جميع أبناء الشعب اليمني إلى أن يخرجوا بمظاهرات عارمة في كل المناطق وفي كل المحافظات دعما للسيادة الوطنية، دعما لفخامة رئيس الجمهورية. نعم. ورفضا لهذه الممارسات التي تقوم بها دولة الإمارات، التي للأسف الشديد بأفعالها الأخيرة خسرت الكثير والكثير من أبناء الشعب اليمني الذين نعم. كانوا ينظرون طيب. أنها جاءت من أجل دعم اليمن ودعم الحكومة الشرعية وإعادتها إلى اليمن. ابقى معي أستاذ مختار وأذهب إلى الرياض مع الكاتب الصحفي الأستاذ سلمان عسكر. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ سلمان. في البداية كيف تتابع المملكة الخلاف الذي أصبح على المكشوف بين الشرعية اليمنية والإمارات العربية المتحدة؟ والله يبدو أنا سأكون في محيط آخر غير الذي أنتم تتحدثون فيه. وجهة نظرك نحترمها، ما لديك اطرحه تفضل. ضخم الموضوع سيدي وأعطي أكبر من حجمه، وسجر عبر وسائل إعلام لها أهداف ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، استخدم كورقة لصرف النظر عن الهزائم والانتكاسات والانشقاقات وحالة الضعف التي يمر بها التمرد الحوثي.
نعم. هذه الجزيرة يا سيدي، جزيرة سقطرى، ستبقى يمنية وهي يمنية، وليس هناك أي أطماع إماراتية ولا غير إماراتية في هذه الجزيرة. نعم. طيب اسمح لي أستاذ سلمان أقف معك في هذه الجزئية فقط. نعم كلام في يعني جميل منك أستاذ سلمان، ولكن السؤال الذي اليمنيون ربما لم يجدوا عليه إجابة إلى اللحظة، لماذا كل تلك القوات العسكرية من دبابات ومدرعات وحاملات جند تصل لهذه الجزيرة التي على مدى ربما 50-60-70 عام لم تحدث فيها جريمة قتل ولا تحتاج لكل هذه القوة؟ هذه هي محمية طبيعية والجميع يعني يحافظ على جو هذه الجزيرة والحفاظ على أمنها لأنها محمية طبيعية ومقصد لكل العالم ليست اليمنيين فقط. طيب هذه القوات الإماراتية الموجودة في جزيرة سقطرى لا تمثل 5 أو 7% من القوات الإماراتية التي حضرت إلى عدن لتحرير عدن وباقي المحافظات الجنوبية من الاحتلال. بالتأكيد ربما هناك مبرر، في عدن هي تقاتل الحوثيين وهي في جبهة الساحل الغربي واليمنيون جنبا إلى جنب، لكن في سقطرى ما الداعي للتواجد العسكري في هذه المحافظة الآمنة؟ جميل يا سيدي، اعطيني فرصه علشان اوضح لك السبب. نعم. والاسباب، ولو طيب. كان يعني البعض لديهم علم بالحقيقه ولكنهم يحاولون ان يعملوا في غير مسار الحقيقه. نعم. جزيره سقطرى وجزيره كمران وعدد من الجزر استغلها الحوثيين لتهريب الاسلحه عن طريق دوله مجاوره، ولا نريد ان نذكرها بالاسم، ولكن الذكي يعرف والغبي يعرف ايضا من هي هذه الدوله. نعم. طيب هذه المواقع تحولت الى نقطة تهريب للأسلحة والصواريخ والمقاتلين والإيرانيين واللبنانيين وحزب الله، يعني تحولت هذه المناطق الجميلة السياحية اللطيفة التي تقبع في البحر إلى سنتر لتهريب الأسلحة. نعم. الوجود الإماراتي يا عزيزي يا سيدي، من روج إلى أنه مستحل أو استحل هذه الجزيرة معروف وبالأدلة والبراهين، دولة قطر. طيب أستاذ سلمان اسمح لي، أنا أحترم وجهة نظرك وسأعطيك الوقت الكافي، لكن يا أستاذ الكريم في عدن في باب المندب هي أوكي جزر وهناك مياه ممر يعني عالمي، والجميع ربما تغاضى عن التواجد الإماراتي رغم أنه كان يفترض أي منطقة تتحرر تسلم لليمنيين لحمايتها، لكن ومع ذلك لأن فيها أماكن تهريب أسلحة كما تقول اليمنيون صمتوا عن ذلك، لكن جزيرة في المحيط الهندي تبعد عن يعني مراكز الصراع أكثر من 1000 كيلومتر، ما الداعي لذهاب هذه القوات العسكرية إلى هناك؟ وأبناء سقطرى يقولون لماذا كل هذه القوات، نحن لا نحتاج قوات عسكرية، نحتاج إلى خدمات، لماذا إذن؟ يا أخي أنا اللي أريد أن أوضح لك وأنت تفهم ذلك جيدا، ترى الآن تغيرت الأمور منذ انطلاق عاصفة الحزم، تغيرت الأمور من 6 شهور أو أقل من 6 أشهر، نقول 5 أشهر، تغيرت اللعبة، انكشفت الأوراق، اتضحت الممرات، أصيبت أهداف حوثية بدقة، تغيرت الأمور التي كانت على شبه طلاسم خلال 3 سنوات يا سيدي. الآن أنت تلاحظ، لا أريد أن أبحر بك في مجال آخر، ولكن تلاحظ أن ضربات التحالف لقيادات حوثية أصبحت مركزة 100%. لم يعد هناك مبرر لأن نقول أستاذ سلمان أنا أحترم كل كلمة تقولها، ونحن بالعكس يعني نؤيد كل خطوة جادة من التحالف واستهداف قيادة الحوثي، هذا أمر يجمع عليه كل اليمنيين. أنا الآن أتحدث عن سقطرى والتواجد الإماراتي، أتمنى أن نكون في نفس النقطة حتى لا نتشتت كثيرا يعني. طيب عموما الجزر التي تقبع في البحر الأحمر يا سيدي تحولت إلى ممرات، ليس هذا دليل أن تقول لي أنها تبعد عن اليابسة 1000 كيلو أو ما شابه ذلك. الحوثيين أتوا على أبعاد أكثر من 3000 كيلو بتهريب الأسلحة من جيبوتي والصومال، وأنت تعرف ذلك جيدا، فليست بعيدة 1000 كيلو، ليست بعيدة أن تكون مارا لتهريب الأسلحة إلى الجزر الأخرى التي تشرف على الساحل الغربي، وهذا أصبح واضح للتحالف، وأصبحت هناك قوارب تحمل شحنات من الأسلحة وتمررها إلى الحديدة. يعني هل هذا الكلام أصبح واضح ومكشوف أمام التحالف؟ هذه القوارب هل تأتي من سقطرى؟ هل تم القبض على أسلحة أتت من سقطرى؟ نعم طبعا، إيه نعم تم القبض على أسلحة. ولماذا لم يتم الإعلان عنه من قبل المتحدث باسم التحالف العربي؟ يعني الناطق باسم التحالف العربي ليس ملزما أن يحدد
بأنها أتت شحنة عن طريق منفذ شحن الذي يربط سلطنة عمان باليمن ولا عن طريق جيبوتي. طيب. هو يؤكد دائما أن هناك وصول أسلحة، ولكن ليس من شأنه أن يحدد الممر. طيب. وكيف مرت ومن دخلها، هذا يا أخي بالتأكيد. لكن يا أستاذ سلمان، يعني جزيرة سقطرى بعيدة جدا ولم تثبت أي قارب تهريب للأسلحة من هذه الجزيرة. لو تحدثنا عن الجزر الأخرى نقول ممكن في الحديدة والجزر القريبة من الحديدة في البحر الأحمر، نعم، لكن هذا في المحيط الهندي ما علاقته في هذا التهريب. طيب. إجمالا نعود لموضوع الأهم، لا شك أن اليمنيين يعولون كثيرا لدور المملكة العربية السعودية التي حافظت على، يعني كما يقول الكثيرين، يعني تمسك العصا من الوسط من أجل العلاقة وديمومة التحالف العربي. هذه المرة دور المملكة العربية السعودية هل سيكون عند مستوى آمال اليمنيين بإنهاء هذه الأزمة ويعني عودة القوات العسكرية الإماراتية إلى أماكن الجبهات والاقتتال وترك جزيرة سقطرى بعيدا عن الصراع؟ منذ أكثر من 70 عاما أو ما يقارب لذلك لم يكن لدى السعودية إلا آمال واهتمامات بالشعب اليمني الشقيق. ما يحدث الآن أو حدث أو أجج بشكل غير واقعي بصراحة من قبل إعلام تركي إخوانجي قطري لوضع الإمارات في موقع المحتل، هذا الكلام غير صحيح. علاقة المملكة العربية السعودية باليمن، وأنا أتمنى من الأخوة اليمنيين الذين يسعون أو يلفتون الأنظار إلى سقطرى أن ينظروا بعين العقل، أمامنا عدو مشترك واحد هو الحوثي ليس الإماراتيين. ولماذا لا ينظر الإماراتيون بعين العقل يا أستاذ سلمان ولا يذهبوا إلى هذه الجزيرة ويسحبوا قواتهم العسكرية؟ لماذا يفتحون جبهة في اللقطة الذي الجبهة في تعز تحتاج لدبابة، الجبهة في نيم تحتاج لمدرعة؟ لماذا يذهبون بعيدا عن المعركة الأساسية؟ يا أخي الإماراتيين من يقول غير هذا الكلام هو كذاب، ونحن نعرف ردود الأفعال القطرية. الإماراتيين يا سيدي نريد أن نتحدث بالمنطق قليلا، بالعقل يا أخي. فقدوا أكثر من 80 شهيد يدافعون عن اليمن وعن اليمنيين، واجهوا الحوثيين بأحدث المعدات وبجنودهم وضحايا هناك إماراتية، أعداد إماراتية كبيرة يا سيدي، وهناك أعداد مصابين وجرحى بأعداد كبيرة جدا، ورغم ذلك لا يزالون الإماراتيون حريصون، وهو ما أعلن عنه كركاش أمس أو فجر اليوم عفوا، بأن الإمارات ستبقى حتى يتحرر اليمن من هذا الطوفان الحوثي الإيراني. يا سيدي على الأخوة اليمنيين الذين انجرفوا إلى الجانب الآخر من الصورة وشغل الرأي العام بموضوع سقطرى، دعني أقول نقطة يا سيدي لو تسمح لي. نعم. لنعتبر أن الإمارات احتلت سقطرى، أوكي؟ نعم. نعتبر الموضوع احتلال. طيب نعم. لماذا لا نقف الآن لنكمل أو نكمل التحرير اليمن من الحوثيين والإيرانيين، ثم بعد ذلك نواجه الإماراتيين في سقطرى جميعا ونحن معكم؟ ولماذا لا يكون من الآن إذا هذا الطرف التحالف يدعي بأنه شريك وأنه يخدم اليمنيين، لماذا لا يحافظ على هذه الصورة البراقة والجميلة التي اختلط فيها الدم الإماراتي مع اليمني في الدفاع عن اليمن؟ لماذا يحاول أن يفتعل معارك جانبية يعني تطيل أمد الصراع وتعطي فرصة للانقلابيين للتمدد أكثر وأيضا لاستقطاب الناس أكثر؟ هذه دعوة الانقلابيون الحوثيين يستغلونها بأن هذا احتلال، تعالوا شاهدوا ما الذي يعملونه، من استنجدتم بهم الآن يحتلون ويفرضون ما يريدون في هذه المناطق المحررة، ليس على المستوى المحلي بل حتى على المستوى الدولي يا أستاذ سلمان. لا يا سيدي، الحوثيين الآن في هذا الوقت ومع إزالة موضوع جزيرة سقطرى يعزفون على أوتار العقول الغبية. الحوثيين حاليا يريدون أن نتجه جميعا إلى سقطرى، ثم يأتوا ليستعيدوا المناطق المحررة في الجنوب مع سقطرى وغيرها. يا سيدي لنكون عقلاء، لنكون منطقيين يا سيدي. سقطرى أنا قلت لك قبل شوي نتركها محتلة من الإمارات، لكن سقطرى هي جزيرة في الأخير صغيرة وتعرف مساحتها لا تزيد. الموضوع متعلق بسيادة اليمن يا أستاذ سلمان. أنت الآن يعني الآن عندما تحاصر الحكومة وتمنع من دخول هذه الجزيرة وتدعي أيضا على الجانب الآخر أنك شريكي في دعم الانقلابيين، أنت الآن تقول الإمارات بتصرفاتها هي تدق الشرعية، هذه الشرعية الأخيرة التي يعني جاء التحالف العربي من أجلها،
وكما تحدثت رسالة الحكومة هي طلبت من المملكة العربية السعودية ونحن من الحكومة التي منعت من دخول اليمن؟ الحكومة المحاصرة الآن في سقطرى والتي يعني الإماراتيون طردوا كل من يمثل الحكومة الشرعية في المطارات وفي الموانئ وطردوهم واستبدلوهم بجنود آخرين إماراتيين، ماذا تسمي هذا؟ طيب ولماذا حضروا إلى سقطرى هؤلاء الجنود اليمنيين في هذا الوقت؟ يا أستاذ سلمان كيف لماذا حضر هذا رئيس حكومة اليمن والذين سقطرى اليمنية كيف لماذا حضر؟ حضر لافتتاح مشاريع من حق حتى تواجد من حق أن تتواجد الحكومة حتى في سقطرى وتعين عاصمة، هذا شأن يمني يا سيدي. الإماراتيين أليسوا موجودين الآن في عدن؟ موجودين في عدن، أوكي موجودين في عدن، هناك على الأقل مبرر بأنهم يقاتلون الحوثيين ويقودون المعارك، لكن أن تفتح وتذهب إلى البعيد. طيب أستاذ سلمان حتى لا أدخل في جدل أكثر، ربما يعني الحديث جرى في 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 بشكل كبير جدا ونسينا ضيفنا الآخر على الهاتف الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار أنا يعني أريد أسمع منك تعليقا حول ما دار وما تحدث عليه الأستاذ سلمان عسكر، يعني لماذا ذهبت الحكومة إلى جزيرة سقطرى ولماذا لا نترك جزيرة سقطرى على فرض بأنها محتلة حتى تنتهي المعركة مع الانقلابيين ومن ثم نذهب جميعا نحن والسعودية لمقاتلة الإماراتيين وطردهم من سقطرى؟ تفضل. نعم، أولا أنا أحييكم على هذا النقاش الجميل، لكن عندي عدة نقاط أريد أن أرد عليها. في نقطة مهمة تحدث بها الضيف العزيز، نقطة مهمة وهي مسألة تهريب الأسلحة. أخي العزيز، مسألة تهريب الأسلحة الجميع يريد أن يكافح مسألة التهريب، لكن جزيرة سقطرى لم نسمع من قبل أنه يوجد هناك تهريب منها. ثانيا، لنفترض أنه يوجد هناك تهريب، هل تأتي الإمارات مباشرة وتضع أسلحتها ومدرعاتها مباشرة بدون الاستئذان أو الرجوع أو التنسيق مع الحكومة الشرعية وكأنها أرض سائبة وكأنها أرض بلا سيادة وبلا قيادة وبلا حكومة؟ هذا لا يمكن أن يقبل به لا 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 المواطن العادي ولا الحكومة ولا أي أحد سيقبل بهذه الاستفزازات. بالنسبة لموضوع لماذا يذهب بن دغر أو أي وزير أو أي مسؤول حكومي يحق له أن يتنقل في أي منطقة في أي مكان في أي جزيرة مأهولة أو غير مأهولة طالما أنها تابعة للجمهور اليمنية يحق له أن يذهب إلى أي مكان، كما أنه يحق لأي مسؤول إماراتي أو سعودي يتنقل بكل مناطقه، يحق لنا أيضا المسؤولين اليمنيين أن يتنقلوا بكل مناطقهم وأن يتخذوا قرارهم السيادي وأن يعني يتخذوا القرارات التي تخدم اليمن وتخدم الدولة والجمهورية. هذا طبعا لا أعتقد أن لأحد لا يمكن لأحد أن يقبل بأن يتدخل أحد بالقرارات السيادية. ثالثا، موضوع أن الإماراتيين موجودين في عدن. نعم موجودين في عدن، وأيضا كانوا موجودين في سقطرى، ونحن نعرف تفاصيل وجودهم في سقطرى. ما الذي كان يعمله المزروعي طوال السنوات الماضية؟ شراء ولاءات، شراء أراضي، تغيير ولاءات الناس، يريدون الناس أن يتغيروا من ولائهم للجمهورية اليمنية ليصبحوا الإمارات العربية المتحدة. يا سيدي العزيز، حتى الطائرات التي تريد أو الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى سقطرى أصبحوا يذهبوا عن طريق أبو ظبي، وكأنها أصبحت الإمارة الثامنة للإمارات. هذا لا يمكن القبول به. نحن كيمنيين لدينا مشاكل طيب. داخلية ولدينا طيب أستاذ مختار بخصوص الموقف أحمر. نعم لكن الموقف الدولي السيادة الخط أحمر لا يمكن نقبل لأحد لا قريب ولا بعيد أن يتخطى. نعم. طيب أستاذ مختار، الموقف الدولي على وجه التحديد الخارجية الأمريكية التي شددت على سيادة اليمن ويعني استنكرت التواجد العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى، كيف تقرأ هذا الموقف من الخارجية الأمريكية؟ هذا موقف إيجابي وموقف أنا أعتقد أنه موقف متقدم من الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت على السيادة وأكدت على أن سقطرى أرض يمنية، وهذا طبعا موقف إيجابي يعزز من موقف الحكومة، أيضا يعزز من أن الإمارات يعني وضعت نفسها في الموضع الغلط في مواجهة الشعب ومواجهة الحكومة، ولا أعتقد أن أحد يعني يريد أن يواجه الحكومة أو يريد أن يواجه الدولة والشعب سيخسر، سواء كان داخلي كالحوثي أو غيره أو غيره، سواء من الداخل أو من الخارج. نعم. طيب أستاذ سلمان عسكر، الآن بعد أن وصلت شكوى الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، ما هي الخيارات التي تبقت لدى المملكة العربية السعودية في احتواء الأزمة وحل هذا الخلاف؟ المملكة العربية السعودية ليس لديها أي خيار، لأن الأمر واضح يا أخي. أنا لا أريد أن أعيد وأكرر الكلام. نعم. الحقيقة والواقع يؤكد بالقطع واليقين أن جزيرة سقطرى يمنية وستبقى يمنية، وهذا هو الموقف التحالف وموقف المملكة العربية السعودية وموقف دولة الإمارات العربية المتحدة
كما تعلم بأن الخارجية الإماراتية دحضت هذه الكذبة أو الأكذوبة ببيان رسمي، وأكدت أن سقطرى جزيرة يمنية وأن ما أثير أو يثار هو مجرد كذبة لا وجود لها إلا في عقل من أنتج الكذبة وصدق الكذبة، وهم الأخوان بدون أي أشكرك أستاذ سلمان، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي في جريدة الرياضة الأستاذ سلمان عسكر، شكرا لك ولسعة صدرك، وأيضا الشكر لمستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي كان معنا من عمان. ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميت، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، السلام عليكم.